عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل يا النحور عمري الوثى عمار يا ملتقى في الجنة حور ما صل هجن من كل دار فالعصر ما الركض دار كل عمي ينزح الستار وترفع الوثى نشور تسعيلة طول العمر دعم الصدر أشواطنا مستمر شوط يتلو شوط انطلق شوطنا السابع عشر لفئة الأبكار الحجايج والمسافة المقررة 3 كيلومترات ينطلق شوطنا السابع عشر للفئة الأبكار الحجايج والمسافة المقررة 3 كيلومترات الروح مع اللي غيرت الصدارة والمركز الأول نيران علي بالكيف بن علي بن ثعيل بالعامري على الصدارة وعلى المركز الأول أما ثاني المراكز أعياد على ثاني المراكز علي بن كاسم بن سالم الحلوس العفاري على ثاني المراكز أما ثالث المراكز شوف اللي غادمة على ثالث المراكز الحاسمة السهيل بن نصيب بالسهيل بن يطبع العامري على ثالث المراكز أما رابع المراكز من الجانب الآخر شوف اللي غادمة على رابع المراكز على رابع المراكز صعايب سالم بن حمد بدليلها العامري على رابع المراكز أما خامس المراكز شوف اللي غادمة على خامس المراكز غادم الهايل حمد بن سعيد بن حطم العامري على خامس المراكز وعينها للصدارة إلى المركز الأول أما سادس المراكز شوف اللي غادمة الله 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 فلك على سابع المراكز سعيد بن محمد بن حليس العفاري على سابع المراكز أما ثامن المراكز الذيبة عبد الله بن صقر بن سالم بن حم العامري على ثامن المراكز أما تاسع المراكز شوف اللي غادم صعايب سالم بن حمد بدليل العامري أما عاشر المراكز شوف اللي غادم على عاشر المراكز غادمة دهشة سالم بن علي بن مكتوم القنيبي العشر المراكز الأولى ولكن نعود حيث الصدارة نعود حيث المقدمة والبداية على الصدارة وعلى المركز الأول الصدارة وعلى المركز الأول أعياد علي بن كاسب بن سالم بن حلوس العفاري على الصدارة وعلى المركز الأول أما ثاني المراكز شوف اللي غادم على ثاني المراكز غادمة مشغلة سيب بن علي بن سالم العامري على ثاني المراكز أما ثالث المراكز الهائلة حمد بن سعيد بن حطم العامري على ثالث المراكز أما رابع المراكز الذيبة عبد الله بن صقر بن سالم بن حم العامري يغير من مركز إلى مركز وعينها للصدارة وإلى المركز الأول ولكن نعود مع الصدارة ونعود مع الأعياد علي بن كاسب بن سالم بن حلوس العفاري على الصدارة وعلى المركز الأول والملاحقة من المركز الثاني شوف اللي غادم مشغلة سيب بن علي بن سالم العامري على ثاني المراكز أما ثالث المراكز الذيبة عبد الله بن صقر بن سالم بن حم العامري على ثالث المراكز أما رابع المراكز شوف اللي غادم الهائل حمد بن سعيد بن حطم العامري لكن العود مع مشغلة على الصدارة وعلى المركز الأول سيف بن علي بن سالم العامري غير الصدارة والمركز الأول الله 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 أما ثاني المراكز شوف اللي غادمة الذيبة عبد الله بن صقر بن سالم بن حم العامري على ثاني المراكز أما ثالث المراكز الهائلة حمد بن سعيد بن حطم العامري لكن العود مع مشغلة على الصدارة وعلى المركز الأول
الاول. الله الله الله، سيف بن علي بن سالم العامري على الصدارة وعلى المركز الاول، ويبغي الهاتريك في صباح هذا اليوم. مشغله مشغله مشغله، سيف بن علي بن سالم العامري على الصدارة وعلى المركز الاول، يباعد ما بينه ما بين بقيه المراكز. مشغله مشغله، تهانينا والناموس والهاتريك في صباح هذا اليوم. سعيد سيف بن علي بن سالم العامري، تهانينا والناموس. اما ثاني المراكز الذيب عبد الله بن صقر بن سالم بن حمد العامري، اما ثالث المراكز تهانينا تهانينا والناموس الى سيف بن علي بن سالم العامري، مناسبة فوز مشغله وحصوله على المركز الاول. المركز الثاني 31 غير ساعة. التوقيت 4 دقائق و51 ثانية و51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.